الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. ندنا دراسة مقارنة مع ما يتم القيام به على الصعيد الدولي، تبان بأن أولا غالبية الأحيان تكون قانون إطار وطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. بسم الله الرحمن الرحيم. حقا أنا سعيد جدا بهذا الدرس الافتتاحي. قدمت الدعوة للسيد الوزير أستاذ نزار بركة ولبى لي الدعوة في الحين، وكما لاحظتوا كان حضور مكثف في جميع المستويات من طلبة إلى أطر عليا، وكانت ارتسامات جيدة، وكان تجاوب ديال القاعة مع الموضوع اللي هو حقيقة موضوع مهم جدا كيمس جميع شرائح ديال المجتمع المغربي. وسي نزار بركات شخصية كبيرة وازنة على الساحة السياسية والساحة الوطنية، والحقيقة كي كنقولوا راه رفع لابار عالية. مستقبلا ان شاء الله خصنا نبقى في هذا المستوى باش يمكن لنا يوقع تواصل بين المجتمع بين الجامعي والمجتمع المدني والسياسي والاكاديمي. شكرا لكم. التخوف اللي كاين هو الشيء يوقع غير التعاونيه في الناحيه ديال تصدير الطماطم، غادي يوقع حتى التعاونيه ديال الحليب. شجعنا الناس باش يديروا تحولوا من انتاج الطماطم والخضار الى انتاج الحليب. اليوم كاين وفره في الانتاج ديال الحليب. المعادن اللي عندنا جوج معادن، كاين نيستليك وكاين سونتراليتيا. اليوم كيلزموا على المنتجين ديال الحليب باش ينقصوا 50% من الانتاج ديالهم. اذا الا غادي نوضوا نديروا التعاونيات الفلاحيه ونستثمروا ونوصلوا لواحد الانتاج للسوق ديالو مسدود، ما مصير هاد الساكنه الطرفيه. خاصنا نفكروا اذا كنا غنزيدوا التعاونيات خاص يكون التاثير ديالهم، لان هاد التعاونيات جاو الفلاس ديالهم السيد الرئيس. ومن كان وصول كان تاثير كان واحد التنظيم هذا الطريق اللي كانت التعاونيات ولا الجمعيات انها غادي تواكب تطورات العصر. وحنا كنعرفوا ان معظم الناس اللي كيديروا الجمعيات هم بعد مرات كتلقاهم عاطلين العمل، ما كيشتغلوش. الغلاف المالي المرصود كافي للقول بتحقيق المغرب نقله نوعيه في مجال اقتصاد بيئي العابر للدول هي التنافسيات الاقتصاديه الدوليه في افق اقتصادي بيئي معول. اولا تتقدم الشكر الجزيل لرئاسه جامعه ابي شعيب الدكالي على تقديم هذا الدرس الافتتاحي، وكذلك السيد الدكتور نزار بركة. سؤالي بشكل مباشر للاستاذ هو كيف يمكن اليوم ان نجعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اليه اساسيه لتوفير مناصب الشغل ومواجهه تحدي البطاله، لا سيما في صفوف الشباب، وليس فقط الشباب ديال العالم الحضاري وانما كذلك الشباب ديال العالم القروي. مسألة أخرى تبغي نحيي بها حرارة سي الأستاذ نزار بركة، واللي مباشرة بعد ما قال الكلمة لاحظت أنه تحمل الشارة ديال أسبوع التضامن ديال محمد الخامس مؤسس محمد الخامس، وصراحة هذه رسالة لنا جميعا وتحفيز أننا نبادروا لاقتنائها، لأن صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله رفع شعار ديال دعم التعاونيات النسائية خلال هذه الحملة ديال التضامن. كتلعب دور كبير في دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وبصراحة كتستحق صفقات حارة من هذه القاعة لهذه المبادرة ديالك، وشكرا جزيلا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.